سعد علقت ناس كلها. يخرب بيتك من حالك خلاص، انا اللي بحكي العمى. تفضل سيدي. هي سعدة فوتت الناس ببعضها وصار جاي عليها كذا شكوى، وانا برايي انه نحن لازم نوقفها عند حدها. هيك ما بيمشي الحال سيدي. ها تفتح لي تحقيق بكل الجرائم اللي ارتكبتها سعدة، او الجرائم اللي ارتكبت بسببها، واترك الباقي علي. المهم انتوا هلا تفتحوا لي عيونكم منيح منيح. ها ما بدي الطير الطاير هيك. حاضر سيدي. الله حاضر معكم. شريف شريف يا عم، والله الرمل بينهم يعني. لازم العدل بقى ياخذ مجراه، لازم. وضحك. استهدي بالله يا بنيتي، استهدي بالله. انا قلت لك انا ماشيه يعني ماشيه. تمشي وتتركيني وحدي مثل ما تركت امي لوحدها وهي مريضه. امي كانت مريضه بالريح الاصفر، وهذا المرض ما حد يشفى منه. انا سافرت يومين وحين عاودت كان الله سبحانه وتعالى خدمته. مالك حجة يا ابني؟ وصار بهالديره، وصار بهالديره، وصار بهالديره. معقوش غي هذه سعدة خربت الديرة كلها. ايه في سوات الحين؟ ما بي حل غير تفقد ذاكرتها. ايه تدري؟ يقول ما حد يخليها تفقد الذاكرة غير اللي ردها. وش تقصد؟ ودي يومين. ودي مين؟ انجليزي انجليزي. قال اشتغل اشتغل الحين تشوف شو بسوي. شو يا ولد؟ تقتلها. ما اقتلها ما اقتلها. تقتلها بس تقتلها. ما اقتلها. تذكرت الحين من هو اللي ارضعته من بين ذول الاثنين خلف ومهاوش؟ من خلف؟ خلف ما اقتلها. يا ولد ماذا ماذا بلد قبل شو اسمه؟ الحجر الأولاني بلا ما بدناه خلص، هذا بلا. الحجر الثاني اللي أكلتيه بمخك يعني بتعرفي من ضربك؟ أي حجر يا حضرة الضابط؟ ربنا بيلحم سيدي. رح سجلها ضد مجهول عشان العدالة تأخذ مجراها. خذ Ooh!